ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. ورجعت لكم فيديو جديد النهارده من عند الطيور. الفيديو دوت ان شاء الله هنشوف مع بعض كده كذا حاجه عند الطيور، اللي هي اولهم ان انا ذبحت الديك الاسود، تاني حاجه فرخه الرومي، التالته اللي قدامكم هناك دي في الخن عايزه تبيض. دي فرخه الرومي التالته اللي هي اختها باضت معايا قريب، اللي هي اللي هناك دي. دي كده فرخه الرومي التالته اهي، ما شاء الله البيضة حاضرة عليه. تمام، هنعرف بقى مع بعض النهاردة شوية حاجات عن الطيور، وكمان هقول لكم انا ذبحت الديك التاني ده اللي هو الديك البرونزي الكبير، الديك بتاع السطح انا ذبحته. وزي ما انتم شايفين برضو انا مخرج هنا كتاكيت الرومي شوية في الشمس، وكمان الفراخ الهندي خرجتها تتشمس. وهنتابع بقى مع بعض الفيديو للاخر، بس ما تنسوش اللايك على الفيديو علشان الفيديو يترفع. وهرد بقى على شوية اسئلة برضو من المتابعين عندي. ولو كنتوا لسه بتشوفون لاول مرة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كله عشان يوصل كل جديد من عندي. وبالله عليكم ما تنسوا اللايك على الفيديو عشان الفيديو يترفع. طبعا كل يعني الفيديو اللي قبل اللي فات ده تقريبا انا كنت منزل قلت لكم ان الديك الكبير تعبان، اخد دور برد جامد، وانا اللي كنت السبب في دور البرد ده. هتقولوا لي ازاي ولا ايه اللي حصل؟ طبعا الجو الفتره اللي فاتت اللي هي من اسبوع كده تقريبا كان في شبوره جامده قوي في المدن كلها عموما، يعني الشبورة ديت كانت موجودة في المدن كلها. المهم اللي حصل اني انا مكنتش ببيت الطيور عندي، كنت بسيبهم بالليل في الطل، كنت بسيبهم في السقعة. بعدها بيومين لقيت الديك الكبير بدأ ان هو يتعب معايا، لقيته بدأ ان هو يكن كده في ركني لوحده، لقيته ما بياكلش كويس، لقيت الديك خس. وزنت الديك لقيته 7 كيلو 800، الديك كان وصل 9 كيلو، يعني خس معايا 1.2 كيلو. فطبعا قعدت احاول اعالج فيه، بدأ ان هو يتحسن شوية بس لقيته رجع تعب تاني. تمام، فانا قلت بدل ما يعدي بقية الطيور، وكان عنده دور برد شديد جدا، قلت بدل ما يعدي بقية الطيور وكمان علشان الديك ده يبقى عندي ديك تاني احتياطي اللي هو الديك اللي قدامكم ده، ابدا ان انا اذبح التاني. وفعلا ذبحت الديك التاني وسبت الديك اللي قدام حضراتكم ده خلاص اللي هيبقى ديك السطح. طبعا الصغيرين همت انا بعت منهم 5، سبت لنفسي 5 ديوك وفرخه. هتقولوا لي ليه سبت لنفسي 5 ديوك وفرخه؟ انا سبت لنفسي عشان ديك اللي هو هيبقى ده اهو، تمام دوت، انا ان شاء الله هيبقى ديك السطح في المستقبل، وهسيب معاه اخ ليه، وهذبح برضو الديك ده فيما بعد. تمام، لاني انا بصراحة عايز اسيب من نفس سلالة الديك اللي انا ذبحته، لان سلالة الديك اللي انا ذبحته بصراحة مفيش زيها، اقسم بالله سلالة تحفة. يعني اخدت مني الرومي ربنا يبارك لها فيها يا رب، وتشوف خيرهم ويملى عليها الدنيا خير. طبعا انا زي ما انتوا عارفين عندي فرختين رومي بيبيضوا، اللي هي الفرخه السمراء اللي قدامكم دي، تمام، والفرخه اللي هناك دي. اتفاجئت بقى النهارده بالخير الجديد ان الفرخه دي كمان عليها البيضه. الفرخه دي بدت معايا 6 شهور اهي برضو، علشان الناس اللي بتخش تقول الروم ما بيبيضش على 6 شهور، كل حاجه قدامكم ارجعوا بالفيديوهات القديمه وانتوا تعرفوا انها بدت على 6 شهور. هي مهبوله عايزه بتجهز نفسها خن، اللي هو بتجهز نفسها مكان عشان تبيض فيه. بس يا ريت فعلا تختار المكان ده علشان ابدا ان انا احبسها فيه، المكان ده يبقى حلو جدا ليها للرد. تمام، اما بالنسبه للسودة طبعا مكانها انتوا عارفينه فوق الصندوق اللي جوه. بالنسبه بقى للجديده التانية اللي بتبيض دي، بتبيض لي في اي حته عادي، بطلع بلاقي البيض بتاعها في اي حته. تمام، اللهم صل على النبي. في بقى شوية أسئلة كده أنا اتسألتها، تعالوا نشوفها مع بعض. أول حاجة حد سألني على فيديو الحمام، بيقول إن التقر عنده روق عنده 3 عشوش، يعني 3 عشوش ورا بعض، البيض مفهومش كسر. اللي هتعمله كالآتي: هتعزل الدقر لوحده والنتاية الواحد، ادي للدقر فص توم على غير ريق، وبعد كده بعد ما ياكل تديله 5 فصوص فلفل أسود حب. تمام، الموضوع ده لمدة 5 أيام،
بعد كده هنحط للدكر هاء سيلينيوم في المية، ونسيب الدكر شوية في عين لوحده لحد لما يبقى زايف على الآخر. وبعد كده بنبدأ إن احنا نديله نتاية. النتاية بقى بنكون عملنا لها ايه، بنكون ادينا لها 3 فصوص فلفل لمدة برضو 3 أيام. بندي لها برشامة كالسيوم ألف سري دي ه، حاجة زي كده، أو سري دي ه، المهم هو كالسيوم بشري. أي كالسيوم عندكم اديله برش، اديله النتاية برشامة. تمام، ده كده بالنسبة للحمام. بالنسبة لحد تاني سألنا برضو بيقول لي إن عنده الدكر الوز ما بيكسرش. دكر الوز اللي هنعمله له بقى كالآتي: هنمسك الدكر نديله 5 فصوص توم، وهنديله 10 حبايات فلفل أسود، وهنديله قرن شطة. تمام، في ناس بتمسك دكر الوز تفرزه وتطلع الحلال بتاعه وتعمله برماد الفرن، بس انا بصراحة ما جربتهاش فمش هقدر ان انا انصح بيها. تمام، دول كده سؤالين من اللي انا اتسألته. طيب، عندي برضو حد سألني بيقول لي عنده الديك الرومي عمري 8 شهور والديك ما بينفش ريشه. طبعا عمري 8 شهور ديت الديك المفروض ان هو وصل لمرحلة البلوغ بتاعته، فالمفروض ان هو يبدأ ان هو ينفش، بس جايز تكون انت حاسب الديك غلط، او ممكن الديك يبقى خنتة. خنتة بمعنى ايه؟ خنتة بمعنى ان هو مش هينفع اصلا في التكسير وفي الكلام ده كله. فانت حاول تمسك له النوتي وتشوف ردة فعله هتبقى عليهم عاملة ازاي. لو لقيت فيه منه ردة فعل ان هو يكسر الديك بدأ ينفش والكلام ده كله ويكركر، يبقى تمام. مفيش ردة فعل يبقى الديك ده يتذبح، لاني مش هيبقى في منه امل بعد كده. تمام، طبعا الرومي هو فرحان وعمال بيلعب. هتقولي لي بقى ليه انا سبت لنفسي 4 ديوك وفرخة واحدة بس؟ طبعا الفرخة هي باينة فيهم اللي هي اصغر واحدة فيهم. هقول لكم لاني انا مش عايز نوتي كتير، انا هربي النتاية وديكين لنفسي والديكين اللي هما البرونزي السود دولت انا هسمنهم وهيتذبحوا لينا. تمام، انا كده بعت اللي انا عايز ابيعه، وما عادش عندي حاجة هتتباع حاليا. انا ان شاء الله اما يطلع عندي رومي جديد هبدا طبعا ان انا ابيع منه اكيد، وهبيع منه صغير ما عمتش هكبر وابيع. انا ممكن احضن بس عمر اسبوع، لان الرومي لو يعني حد اخد عمر يوم او كده مش هيقدر ان هو يتعامل معاه، وكمان مع تغيير المكان ممكن ان الرومي يموت. تمام، دي كده حاجة. تاني حاجة بقى، زي ما انتوا شايفين دولت الرومي اهوت، انا عندي النوتي البلدي كمان بتاعت البط حاليا مريحة. عندي النتاية البني اللي قدامكم دي، والنتاية السوداء، والنتاية السوداء التانية مريحين بقالهم 2 ونص. انا عندي البطة دي كانت بتجدد ريش اللي هي البنية ديت، وجددت ريش خلاص اهي، بس لسه قافلة خالص للبيض، مش هتبيض معايا الوقت. وكذلك البط التاني، يعني البط التاني برضو قافل خالص، لسه مش هيبيض دلوقتي. طبعا انا معرفش ايه السبب، بس هو الدكر هناك اهو، ده الدكر المسكوفي بتاعي بيكسرهم. بس نخرج الفرخ اللي محجوز ده. دول طبعا برضو الفراخ الهندي انا مخرجهم علشان يتهوم ويتشمسوا شوية ويتعودوا بقى على السطح، وكمان انا بخرج الرومي كده كل شوية علشان يبدأ ان هو يتعود على السطح. طبعا الرومي انا ببيته في العشة دي، يعني هو قاعد في العشة دي اصلا، انا يعني الرومي خايف من الفراخ. انا بخرجه بره هنا على السطح علشان يبدأوا بقى ان هو يتعود على المكان ويتعودوا على الطيور، وكمان دولت برضو يتعودوا على المكان والطيور علشان ابدا ان انا بقى ايه اخرجهم على السطوح. طبعا دولت انا مش انا بخرجهم كده وبدخلهم تاني في المكان بتاعهم، هما في الصندوق ده. تمام، وبغطيه بالليل، لان طبعا لو انا سبتهم على السطح حاليا وبيتهم مع الفراخ الكبيره هما ممكن ما يضربوهمش وكل حاجه، بس ممكن يتعبوا مني بسبب البرد الشديد ده. حتى الرومي، يعني الرومي ده انا ببيته. تعالوا كده هتشوف مع بعض. خشوا خشوا، اشكرت الاسمنت.
لما بنيجي بالليل بقى بقوم بيتهم جوه في السلاجة ديت، وبقفل عليهم وبغطي عليهم علشان وبدخلهم اكلهم وميتهم جوه، وبقوم بايت بقى الرومي الكبير نفسه في العشة دي علشان برضو الهواء، والباب السلك ده بقوم سده بأي حتة قماشة علشان ما يتعبوش معايا، هيخش لهم شهوة ويجي لهم برد. دول طبعا جعانين عايزين يتحط لهم اكل ومية. ده البط اهو يا جماعة، بط البغال والفراخ الهندي والفراخ الهجين والبط البلدي والبط الفرنساوي. طبعا مكانهم عايز ينضف، هنضف لهم بقى وكده، وهحط لهم اكلهم وميتهم، وهني معاكم الفيديو على كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا عايز اقول لكم ان الحته بتشتي، لو كده شايفين الحته بتشتي مره واحده كده، يعني انا بصور معاكم اهو والحته شتت. ربنا يستر بقى والسطح ما يتلبس. هاني معاكم الفيديو على كده، يا ريت الفيديو يكون عجبكم، تكونوا عملتوا عليه لايك واشتركتوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد على خير.